تسمية مدينة القيروان سميت لما هي لم تكن شيئا قبل الفتح الإسلامي، والفاتحين الإسلاميين لما أتوا إلى القيروان إلى إفريقيا لفتح إفريقيا اختاروا هذا المكان لبعده عن الجبال وبعده عن البحار، وهذا مكان استراتيجي، قالوا هنا القيروان، هنا المعسكر. وبطبيعة الحال بعد الفتوحات نعرفوا اللي تكونت مدينة وغيره وسكان وكل شيء. الهندسة المعمارية والنسيج العمراني يدل على البيئة المحافظة اللي موجود عليها سكان مدينة القيروان. واحنا نعرفوا اللي في التاريخ القيروان هي بداية التاريخ الإسلامي موجود في إفريقيا في تونس كاملة.